الورم ده يا دكتور يعني انواع، يعني اورام الغده الدرقيه ليها انواع كتير؟ انواع كتير جدا، واغلبها نسبه الشفاء فيها بتعدي 95%. ده طبعا نسبه كويسه جدا وهائله. تمام. طبعا هي اي ورم في الدنيا بنقسمه ورم حميد ورم غير حميد. تمام. الورم الحميد علاجه سهل جدا، مجرد ما بنعمل اشعه نشخص بعينه بالابره اتاكدنا انه حميد، لو المشكله في فص واحد بنشيل الفص ده بس ونحافظ على الفص الثاني. اكتشاف الورم من البدايه بيجي من تحليل ولا من اشعه ولا من كشف بيبقى باين في الغده؟ هو دايما المريض بيشتكي بحاجه من ثلاثه، يا اما خلل في الهرمونات اللي هو زياده في الوزن او نقص في الوزن، ده بتبقى مؤشرات. دي حاجة. في حاجات ثانيه بنلاقي في زياده في المنطقه بتاعه الرقبه، الحجم نفسه في واضح. بعض الزياده دي بتبقى واضحه واحيانا بتاثر على النفس. يعني دي حاله ثابت نفسها لما وصلنا لحجم كبير جدا، دي ما عندهاش خلل في الافرازات بتاعتها، ده الخلل في الحجم، حجم زاد، حجم باين كبير جدا، فمضايق حاجتين البلع والنفس. طبعًا. المريضه مش قادره تنام فلات خالص. دي طبعا يمكن اتعرضت لمشكله ان هي راحت لبعض الاطباء عمل لها تحليل وظائف غده قال لها ده الوظائف كويسه. طيب ما هو احنا في مشكله ثانيه، احنا لما الوظائف تبقى طبيعيه وفي حجم زياده في الغده بنخاف ليكون في ورم. الورم غالبا بيجي بزياده في الحجم والتحاليل بتكون طبيعيه. دي مشكله بيقع فيها ناس كتير جدا وبيسيبوا نفسهم لما الامور تتطور، زي حاله زي دي الغده وصلت لحجم كبير جدا، يمكن تشعبت للقفص الصدري، وكانت نفس المشكله ان المريض بيروح يكشف يلاقي في تضخم في الغده، بس يعمل تحليل وظائف غده يقول له ده التحليل كويس، يطمن وما بيعملش حاجه. لا هي المشكله لا، احنا في بؤره او في نتوءات او في كتله في الغده الدرقيه محتاجين ناخد عينه منها، زي الحاله دي النتوءات فيها واضحه جدا، وفي الحالة دي لازم بعد ما بناخد عينة، العينة قالت إن في ورم غير حميد، لازم الغدة تتشال بالكامل، زي ما حضرتك شفتي يمكن الصورة دي زي اللي احنا شايفينها في الجرافيك الأولاني، شكل الغدة الطبيعي، لكن طبعا متضخمة وفيها نتوءات. الحاجة المهمة جدا إن لما نعمل عملية الغدة وهي فيها ورم غير حميد لازم الغدة تتشال بالكامل، ما ينفعش نسيب جزء فيها. على أساس إن لو سيبنا جزء فيها يرجع يجي مره ثانيه يتضخم تاني، المريض يتعرض لمشكله ثانيه، وخصوصا ان العمليه الاولى هي الاسهل. لو في تساب جزء العمليه الثانيه بتبقى اصعب، لان المكان ده مكان حساس جدا، يمكن في ناس كتير جدا بيخافوا من عمليه الغده الدرقيه عشان حاجتين. الصوت يا دكتور، الصوت هل الصوت ممكن يتاثر بعد العمليه؟ والنفس طبعا. الغده الدرقيه موجوده في حته جنبها العصب اللي بيتحكم اللي بيتحكم في الاحبال الصوتيه، وده مسؤول عن حاجتين، النفس الطبيعي والصوت. عشان كده لازم لما نتعامل معاها نتعامل معاها بحرص وعنايه.